الله الرحمن الرحيم. انا في الحقيقه رفضت الكلام لانه الكلام الان والمفروض كان من يوم 25 يناير 2011 كان يبقى للشباب فقط، ان هذه الثوره هي من خلق الشباب وبمبادره من الشباب مش من الشيوخ. ومن غرائب الامور ان الثوره يقوم بها الشباب ويحكمها الشيوخ، فشيء غير يعني منطقي الان ان احنا كل من تجاوز سن الستين بنقول له شكرا، وبنقول له يا اما تدعم الشباب يا اما تقعد في البيت لانه الشباب الان هم الذين يتقدمون الصفوف، هم الذين يمتلكون المبادرات، هم الذين ينزلون الى الشارع، هم الذين يسحلون، هم الذين يستشهدون من اجل تغيير المجتمع. وحقهم اللي هو حق القصاص اللي خدعونا بيه مرسي وجماعته ان هم هيحققوه، دول اصبحوا في اعداد غير شرعي، اعداد غير الشرعيين، ويستحقوا العزل منذ اول يوم حتى الان. ولكن الشعب صبر عليهم مرة واثنين وثلاثة، الشباب صبر عليهم مرة واثنين وثلاثة، على مدار عام حكم ومدار عام ونصف منذ الثورة لم يتحقق أي شيء، كلها وعود زائفة. ولذلك الشباب قرر أن ينزل مرة ثانية، وهو في نزول دائم من يوم 25 يناير 2013 رهاني على الشباب في انتصار الثورة. وعشان كده أنا سأكون شريكا لهم، داعما لهم، لم أتخلى عنهم لا قبل 25 يناير 2011 ولا من 25 يناير حتى الآن، ولا هتخلى عن هؤلاء الشباب. وشباب هم رهان، والشعب هيأيد الشباب، وهيخرج كل شخص تسلق إلى الثورة وحاول يركبها أو يوظفها لحسابه، ده سوف يكون خارج مربع الثورة بإذن الله. فلنعود إلى مربع الثورة الأول مع الشباب وبالشباب ولصالح الشباب. وشعارنا الرئيسي الشعب يريد اسقاط النظام، لانه نظام مرسي وجماعته هم الوجه الاخر لنظام مبارك، فالشباب قرر ان يكتسح النظام بوجهيه وبالعمله الواحده ذات الوجهين. لذلك كلنا علينا بايدين بعض نحتشد ونحشد الناس لكل ميادين مصر، مش في التحرير بس، وبرنامج زمني كل يوم جمعه استنزاف لهذا النظام حتى يسقط. والشعب وفي المقدمة الشباب اللي أسقط مبارك بكل جبروته 30 سنة وكل أدواته المتعلقة بالعنف، يستطيع أن يسقط مرسي وغيره إذا ما خان.